السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم ومساكم بكل خير، الله يعطيكم الصحة والعافية وراحة البال. يوم جديد معكم الليلة المغامر عبدالله العنبري في مغامرة جديدة. طبعا جماعة الخير، أنا وصلت الموقع، والموقع عبارة عن عمارة مهجورة، أنا أول مرة أجي هذا الموقع. طبعا الآن بدخل الموقع، وكالعادة أي ملاحظة أي شيء تشوفه أرسله على الخاص أو أكتبه على الهاشتاج في تويتر، إذا ما ردت عليك في الخاص، لكن أرسله على الخاص في أي حاجة. وكلنا نقول مع بعض قبل المغامرة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، توكلت على الله. كرسي. في أحد؟ في أحد؟ الوضع هادئ طبيعي تقريبا حتى الآن. ما عاد سمعته صوت باب اتسكر.
بسم الله. في أحد؟ والله ما في نسمتها ولا في المكان. في حدا؟ يا ولد أعوذ بالله. سمعت. سمعنا الصوت. أوه شماعة، ما في هواء في المكان. في أحد هنا؟ بس شوف أثر البس. أثر وشدي
يا جماعة الخير، بتتحرك، كان في أثر حيوان قطو، أنا ما شفت لا قط أسود ولا أبيض في المكان، غريب يعني تحرك، كان في أحد في الداخل، بعد لين طاح ذاك. أحد موجود هنا؟ في الوضع ما يطمن، ما يطمن الوضع. اشتا يا حد في أحد؟ you
في أحد؟ طبعا سمعت الخبر ما ادري وش هذه. في احد؟ بس بشوف الشقه هذه. خارج. في حدا؟ ويو. اكمل الجزء الثاني هذا بس برجع مره ثانيه. في دور فوق. جماعه الخير انا كذا الان باخرج من الموقع وبديكم العافيه نشوفكم في مغامرات قادمه. شوف والله كانها جنازه.